مباشرة قلنا بأن مع الأسف ساكنة فيلي ترفض بانضمام لهذا الشريك، رغم أن المكتب الوسيط لم يشاور الساكنة وقرر الانضمام في القاسم على نفسه. وفي هذا الصدد فإنما قالت إليه أوضاع بمدينة فيلي من غلايان شعبي لم تعرفه له مثيلا من قبل، هذه المدينة الهادئة أنا نحن في نظري أردنا الجهود التي سيقوم بها هذا الوفد المركزي، واللي أظن أنه سيعطي أكله، فإننا نلتمس إفادة لجنة وطنية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للنظر والتقصير فيما يلي، وألتمس منكم تضمين هذه النقطة وهذا الملتمس التقرير الرسمي لهذا اللقاء. هذه اللجنة الوطنية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية تنظر وتتقصى فيما يلي: أولاً، الخروقات القانونية المسطرية التي شابت الدورة الاستثنائية لمجلس جامعة فيجي بتاريخ 1 نوفمبر 2023، أي الدورة التي صدر عنها مقرر الانضمام إلى مجموعة جامعة الشرق توزيع بتدخل ضرب مصداقية واستقلالية المجلس الذي صوت بالإجماع يوم 26 أكتوبر 2023 بعدم الانضمام. ثانياً، هذه اللجنة تنظر في البحث في المطالب الأخرى التي أخرجت ساكنة فيجي إلى الشارع، علماً أن مسألة رفض الشركة ما هي إلا النقطة التي أفاضت الكأس، يعني وقع لنا الخشي عزوم، كل واحد راه يخرج يشكي على همه والهموم كثيرة والمشاكل كثيرة. ثالثاً، البحث والتقصي في الخصوصيات الطبيعية والعرفية لواحد في جيج التي تجعل ساكنتها ترفض تفويت مواردها المائية ضمنها مياه الشرب لأية شركة كيفما كانت، لأنه يبدو أن ما نراه نحن الخصوصيات هناك من يعتبره نوع من الترف أو البحث عن تمييز عن ما هو معروف على الصعيد الوطني، وهذا غلط. ثالثاً، نطلب هذه اللجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية أن تبحث أيضاً في عوامل الهجرة والتهجير القسري التي أصبحت تهدد هذه البقعة.